أعزائنا متابعي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. الكنائس الرسولية تحيي الاحتفال بعيد الغطاس. وزيرة السياحة: الأردنيون يلتقون بمحبة وعلى قلب واحد. نورسات الأردن تصلي لأجل وحدة المسيحيين. أهلا بكم. على هامش الاحتفال بعيد الغطاس، عقد في بيت الحج الروسي في المغطس لقاء جمع عددا من الإعلاميين بوزيرة السياحة والأثار لينا عناب والمدبر الرسولي لبطريركية اللاتيني في القدس بيير باتيستيا باتسبالا، بحضور المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن. وخلال اللقاء تحدث سيادة المدبر الرسولي عن المعاني التي يحملها عيد الغطاس ومكان معمودية السيد المسيح، وعبر عن غبطته بالمشاركة بهذه المناسبة في هذا الموقع المقدس. إننا من هذا المكان المقدس الذي انطلقت منه رسالة السلام نرسل دعوات المحبة إلى العالم أجمع، ونؤكد أنه رغم الظروف والتحديات التي نواجهها فإن الكنيسة في الأردن هي كنيسة فاعلة في إرساء قواعد المحبة والإخاء والسلام في المنطقة. ثم تحدثت وزيرة السياحة والأثار خلال اللقاء وقالت: إننا جميعا كأردنيين مسلمين ومسيحيين نتشارك بقيم الإنسانية والمحبة التي تجمعنا على قلب واحد ومبدأ واحد، مؤكدة أننا في الأردن نحتفل مع إخوتنا المسيحيين لأنهم جزء أصيل لا يتجزأ من كياننا الأردني، مناشدة عناب كل المؤمنين في العالم لزيارة هذا المكان الذي يعبق بأحاسيس المحبة والتبرك منه. إحنا اليوم في يعني المناسبة التي نحتفل فيها يمكن مهمة للديانة المسيحية، ولكن كمان مهمة لتاريخ الإنسانية والبشرية، لأنه بنهاية المطاف كلياتنا بني آدم وكلياتنا نتشارك بقيم الإنسانية وقيم المحبة اللي الديانة المسيحية دائما تذكرنا فيها. احنا اليوم عم نحتفل كأردن مع اخواننا المسيحيين اللي هم احنا نفتخر ونعتز انه دائما هم عنصر وجزء لا يتجزأ من كياننا الأردني اللي احنا دائما نفتخر فيه. نحب نرحب بكل الضيوف اللي جايين عندنا اليوم بموقع المغطس، من يعني من احلى المناظر ان الواحد يشوف قديش هذا الموقع اليوم يعج بالحياه، وان شاء الله دائما نشوف يعني يضل العالم تيجي تزور هذا المكان، لانه هذا المكان مش زي اي مكان، هذا مكان مليء بالبركه. واكيد كل زائر ياتي الى هذا المكان يتبرك منه ويخرج منه بشعور من المحبة والطمأنينة اللي احنا يمكن بأمس الحاجة له في هذه الأيام. ترأس رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا المدبر الرسولي لبطريركية اللاتيني في القدس القداس الاحتفالية بعيد الغطاس للكنائس الكاثوليكية بمشاركة وزيرة السياحة لينا عناب وحضور الآلاف من المؤمنين من داخل المملكة وخارجها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بعيد الغطاس في موقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك بقداس إلهي ترأسه رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس، بحضور المونسنيور روبرتو كونا مدبر أعمال السفارة البابوية بعمان، والمطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن، والمطران ياسر العياش، ولفيفا من الأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وبمشاركة وزيرة السياحة والأثار لينا عناب ومدير موقع المغطس الدكتور سليمان الفرجات، وعدد من سفراء دول معتمدين لدى الأردن وشخصيات رسمية وعامة، والألاف من المؤمنين من داخل المملكة وخارجها،
والإخوة المهجرين واللاجئين من العراق وسوريا وفرقا كشفية منظمة للاحتفال وجوقات ترانيم. رأيت ما رحب المطران اللحام بعظة القداس بجميع المؤمنين الذين جاءوا من كافة أنحاء المملكة وخارجها، وأضاف قائلا: أننا نحتفل اليوم بعيد الغطاس في ذات المكان الذي تعمد به السيد المسيح، وهذه نعمة كبيرة يجب أن نشكر الله عليها، فنحن نحتفل بمكان مقدس، مكان انطلاق بشرى المسيحية. أيها الإخوة، لا يمكن أن نفهم الإيمان المسيحي ولا الحياة المسيحية ما لم نفهم أولاً أن المسيحية مبنية على أساس المحبة هذه. ومن جهتها أشارت وزيرة السياحة والآثار في كلمة لها إلى قدسية المناسبة وقالت: إننا في الأردن أسرة واحدة تجمعنا المحبة ويجمعنا السلام والاحترام لبعضنا بعضا، معبرة عن تمنياتها بأن تزدهر السياحة في المملكة وأن يأتي الجميع للتبرك وزيارة هذا الموقع المقدس. احنا اليوم نحتفل في هذا المكان الموجود في الأردن، في مكان معمودية سيدنا المسيح، مكان انطلاقة الديانة المسيحية وهي ديانة المحبة والسلام إلى العالم. فهذا مناسبة جدا، احنا يعني منقدرها وجدا مهمة لنا جميعا. طبعا كمان وجودنا اليوم هو يؤكد أننا أسرة أردنية واحدة متكافلة متضامنة متوحدة في حبنا للسلام وحبنا للخير، وإحنا اليوم جميعا مسلمين ومسيحيين نحتفل في هذه المناسبة المهمة والسعيدة. طبعا موقع المغطس كتير مهم، وياريت لو الكل يقدر يشوف الأعداد الألاف الموجودة اليوم، وطبعا تؤكد أهمية هذا المكان هذا الموقع، ونتوقع أن يكون هناك زيادة أكثر في خلال عام 2017. العالم اليوم يدرك أهمية هذا المكان ويدرك البركة التي يمكن أن يأخذها من زيارة هذا المكان. فأنا من خلال منبر نورسات أدعو الجميع لزيارة هذا المكان الرائع. الآلاف من المؤمنين جاءوا حاجين إلى موقع المعمودية ليتباركوا من مياهه المقدسة، ورافعين الدعاء إلى الله من أجل أن يحل السلام في العالم أجمع، ومصلين من أجل الأردن وأمنه واستقراره. احتفلت كنيسة السريان الأرثوذكس في الأرض المقدسة بيوم الحج إلى موقع عماد السيد المسيح في المغطس، وأقيمت صلاة ترأسها الأب توما مساعد راعي الكنيسة السريانية بعمان، عاونه فيها عدد من الشمامسة، وحضرها رئيس وأعضاء جمعية السريان الأرثوذكس،
وجموع من أبناء الرعية والإخوة العراقيون والمهجرون في الأردن. كل عام وأنتم بخير. بالفعل كان في تجهيزات مكثفة من الجهات الأمنية كافة، كانوا كتير متعاونين معنا بالتسهيلات بالطريق وبالحماية داخل ومنطقة العاصمة ولغاية ما وصلنا لهون، حتى التسهيلات لنا لما نزلنا على النهر هون. نشكرهم كتير كتير والله يقويهم ويخلينا جلالة الملك عبد الله. نشكر جميع الجهات الأمنية، كل من ساهم واشترك وساعد، كل هالناس الألافات من العالم اللي أجت حجت بهذا اليوم لنهر الأردن. وإن شاء الله يا رب تكون السنين الجاي سنين سلام ومحبة في العالم كله وبالشرق العربي خاصة. كل عام وأنتم بخير. وهذا اليوم احنا ما يعني نعيد بشعب المسيحي كافة، ونعيد أيضا قداسة سيدنا البطريرك مرغناطيس الفرام الثاني ومطراننا مارسيوريس ملك مراد والشعب المسيحي، وكل عام وانتم بألف خير. نشكر أيضا جلالة الملك عبد الله الثاني والأمير حسين والأمير غازي والمملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الأردنية وشعب الأردن كافة. الحقيقة مثل ظهور المقدس هو واحدة من أهم المناسبات الدينية اللي تحتفل فيها الكنيسة السريانية والكنائس قاطبة، لأنها تمثل ظهور الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس في هذا اليوم، حيث أن الآب يتعمد والآب يصرخ، الابن يتعمد والآب يصرخ من السماء هذا ابني الحبيب الذي به سررت، والروح القدس تحل بهيئة حمامة على كتفه. لذلك في هذا اليوم يعتبر واحد من أقدس الأيام، بل هو من الأعياد الكبرى في الكنيسة. الكنيسة السريانية طبعا حسب التقويم الشرقي اللي تحتفل في هذا اليوم في عيد الإغطاس تحتفل مع جميع الكنائس الشقيقة الشرقية في هذا اليوم. والكنيسة السريانية الأرثوذكسية لما تمثله من عمق تاريخي يتمثل بأنها أم الكنائس، أي أنه هي الكنيسة الأولى، الكنيسة التي تتشرف بأنه السيد المسيح له كل المجد ينطق باسمها، وهي الكنيسة التي لحد الآن تتمسك بصلواتها وطقوسها بلغة السيد المسيح له المجد. الحقيقة تاريخ الكنيسة يشهد على أنه هذه المنطقة هي المنطقة الحقيقية الفعلية، وأثبتت الدراسات وأدر التاريخية والحفريات التي تمت في هذه المنطقة على أنه هذه المنطقة هي منطقة مقدسة، وهي المنطقة الحقيقية التي تم بها العماد الرب يسوع المسيح، وهذا بشهادة الكنائس جميعها إضافة إلى شهادة العديد من المؤرخين. لذلك هذه المنطقة أعطت البعد الديني والبعد التاريخي للأردن وكللت ما هو يحتويه الأردن من مواقع دينية سواء للمسيحيين أو لإخواننا المسلمين أو إلى جميع الأديان، وأن هذه الأرض عن حقيقة هي الأراضي المقدسة. وأنا من هذا المكان أدعو الجميع سريان وغير سريان مسيحيي العالم القدوم إلى الأردن، التبرك في هذا الماء الذي تبرك به السيد المسيح، وهذا المكان المقدس الذي يمثل لنا شيئا كبيرا، ونحن كأردنيين نفخر بأن لدينا موقع المغطس نحاكي به العالم ونفاخر فيه الزمن. الحقيقة تأمرنا السعادة والفرح في هذا اليوم البهيج، يوم الأنوار، هذا اليوم المبارك، والذي أسعدنا أن نشارك لأول مرة بهذا الاحتفال المهيب. حقا إنها بركة عظيمة لناها في هذا اليوم بصلوات أبينا مارسيوريوس ملكي مراد والكهنة والرهبان. الحقيقة كان يوما متميزا في حياتنا وسوف نذكره ما دمنا أحياء. تحية إكبار وإجلال وتعظيم لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الكريمة والعائلة على رعايتهم لاحتفالاتنا وعلى تحقيقهم للعدالة والمساواة في كل مجال من مجالات الحياة. نتمنى لهم العمر المديد والموفقية، وكل عام وأنتم بخير. وعقب انتهاء الصلاة على ضفة نهر الأردن الشرقية، كانت جموع المؤمنين تقف على الضفة الغربية من النهر يترأسهم المطران ساويريوس ملكي مراد، حيث رتل الجميع الترانيم باللغة السريانية. برخزين حوص محط من أبوت نحو اليورد من إتود نحاسلكو اليورد نحاسلكو اليورد نحاسلكو
ضيوف الضفة الغربية لنهر الأردن كانت أيضا جموع المؤمنين من الكنيسة القبطية يحيون الاحتفال بعيد الغطاس في موقع عماد السيد المسيح. يترأسهم نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس في القدس. كعادته وللسنة السادسة على التوالي يقيم مكتب فضائية نورسات في الأردن صلاة وحدة المسيحيين في 23 من الشهر الجاري، وذلك استمراراً للصلاة من أجل أبناء الكنيسة ليكونوا واحداً كسراج نور للمسيح في العالم أجمع. وستقام الصلاة التي يرعاها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عند الساعة 6:30 مساءً في كنيسة مار شربل للموارنة بمشاركة رؤساء وممثلي الكنائس في المملكة. الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن والجهة المنظمة للصلاة توافينا بمزيد من التفاصيل. تأتي هذه الصلاة السنوية في أسبوع عالمي يحتفل به سنوياً بين 18 و25 من شهر كانون الثاني من كل عام، وتدعى إليه كنائس العالم المتعددة للصلاة من أجل وحدة الكنيسة ومن أجل السلام والأمن والأمان في العالم أجمع. جاءت الصلاة هذا العام تحت شعار لأن محبة المسيح تحثنا، وتاريخياً يعود إطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين المسيحيين إلى قرن مضى، حيث يحتفل به مسيحيو كل الكنائس والجماعات الكنسية سنوياً لطلب هذه الهبة الرائعة. يتضمن اللقاء المسكوني لترجية الكلمة ونصوصاً خاصة تلقى في هذه المناسبة التي دعي للمشاركة بها ممثلو الكنائس الموجودة في الأردن، وهي بطريركية الروم الأرثوذكس واللاتين والروم الملكي الكاثوليك، مطرانية الأرمن الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والأسقفية العربية واللوثرية وكنيسة الأقباط الأرثوذكس والكنيسة المارونية والسريان الكاثوليك والكلدان والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى السفارة البابوية في عمان. بهذه المناسبة نشكر كل الكنائس المشاركة التي لبت النداء بالحضور والمشاركة على مدى السنوات الخمس الماضية. واحتفالياتنا السادسة التي تنظمها نورسات هذا العام وتحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن سوف تقام في كنيسة مار شربل المارونية في عمان طريق المطار. نحن من هذا المنبر كنورسات نجدد استعدادنا الدائم لخدمة وتغطية أخبار الكنيسة الواحدة والأردن الوطن الأوفى، بحيث تبقى القناة نوراً في العالم ونبراساً على درب الوحدة المسيحية الكاملة. ونطلب من الله أن يحفظ الأردن وطننا الغالي ومليكنا المفدى وشعبنا الأوفى بسلام وبركة. احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في الأردن بعيد الظهور الإلهي في موقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكس بعمان، بحضور لفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وجموع من المؤمنين من داخل المملكة وخارجها. إلى هنا مشاهدين وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يرعى الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. المدبر الرسولي للاتين يرأس قداساً احتفالياً بعيد الغطاس. لأن محبة المسيح تحثنا عنوان الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.